تعادل سلبي بعد مرور حوالي 50 دقيقة، 5 دقائق من الشوط الثاني. هذه الأخطاء لسه بنتحدث عنها. مونياين إلى اللاعب اللي بيحاول أدوريتس أمامنا بيسجل. لسه بنتكلم على أخطاء بارترا، واللاعب أدوريتس أمامنا هنا بيسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة. نتحدث عن الأخطاء وسهولة اختراق دفاع نادي برشلونة، واللاعب أدوريتس يسجل في هذه اللحظات تقدم من خلال خطأ دفاعي في اللقطة الماضية. ماتشيرانو وبارترا وأدوريتس لعب المتألق الحقيقة في هذه المباراة، صاحب أجمل اللمحات، والكرة في الشباك في مرمى الحارس بينتو، لا يسأل عنها بينتو. في ظل أمامنا هو ظهور مناديل بيضاء احتجاجا على الأداء واحتجاجا على النتائج المخيبة للأمال في هذه المباراة. وأمامنا هنا بقى اللاعبين لازم يتحلوا بالروح وبالقتال. تظهر المناديل البيضاء لتؤكد بقى بأن هناك خطأ ما. أدي الخطأ من بارترا، وأدي أمامنا هنا أدوريتس واللي سدد كرة خادعة في المرمى عشان يسجل أول أهداف اللقاء وهدفه رقم 16 في هذا الموسم. أمامنا أدوريتس يسجل أول أهداف المباراة. شوف أمامنا هنا 50، ولا ننسى بأن أتلتيك بلباو يعتمد على الهجمة المرتدة وهدد كثيرا مرمى نادي برشلونة، بل العارضة أنقذت هدف في الشوط الثاني من أدوريتس والقائد في الشوط الأول. وقعد حلو قوي داني ألفيش، وادي أليكسيس سانشيز. أخيرا الكرة تعاند، ولكن بيدرو في هذه اللحظات يضع التعادل بعد سلسلة من الفرص والمحاولات. بيدرو رودريغيز هدفه رقم 15 في الليجا هذا الموسم. النجم بيدرو رودريغيز يعادل النتيجة في الدقيقة 72. شوف هنا الكرة، لكن عدى داني ألفيش المهارة. أليكسيس سانشيز يسدد، تأتي في طريق بيدرو رودريغيز، ويأتي هنا بمهارة داني ألفيش المراوغة والمرور وتسديدة أليكسيس سانشيز الغير دقيقة. ولكن أبدا، هو مصدر السعادة، هو مصدر البهجة في نادي برشلونة. ليس يعني فريق ميسي كما يدعي البعض، هو فريق برشلونة اللي بيتوج ميسي جهوده بحلوله الفردية عندما يعني تتأزم الأمور وهناك أزمة. ولكن ميسي يخلص ميسي ويمسي في هذه اللحظات. إذا هو البارسا، البارسا يمرض ولكن لا يموت، والبارسا يعود في في دقيقتين. هدف التعادل في الدقيقة 72، ثم هدف ميسي رقم 26 في الدقيقة 74. هو ده ليونيل ميسي، هو ليونيل ميسي. ليس هناك أبلغ من هذا الرد. إذا كان البعض يقول ميسي انتهى وبرشلونة راح، ليس هناك إلا ميسي واحد هو من يسجل في هذه اللحظات. هدف التقدم 2-1، خطأ من الحائط البشري، ولكن كرة لا تصد ولا ترد. كأن ميسي بيعاقب الكرة يقول لها روحي يا شيخة، وراحت الكرة عشان يأتي هدف التقدم والخطأ في الحائط البشري والخطأ من إيراثوس، والعودة للبارسا للفوز والتقدم 2-1 في هذه اللحظات. شوف أمامنا، شوف النفس ده، شوف